حياة نجحة ولا توتالمون من طالب عايش في أمان الله المتشرد في الزناقة وفي الملاجئ وما عارفش المستقبل ديالو فين غيكون. معكم أمين الصالحي، طالب مغربي في أوكرانيا، عندي 18 عام وعندي السنة الأولى في كلية الطب. ملي أول مرة مشيت لأوكرانيا عجبتني الدولة بزاف وعجبني السيل دو في تماك، كيفاش كتقرا، كيفاش كتخرج تقدا، كيفاش كتعيش ديك الحياة بوحدك، حيت عارفين كتحول من أنك كنتي عايش مع والديك كتمشي تعيش لراسك وكتعتمد على راسك. عشنا بزاف ديال لي زيكسبيرونس زوينين اللي عمري غنساهم. فاش بدا كينوض الصداع ديال بصح وفاش حسوا الطالب المغاربة ان شي حاجه بصح غتوقع في اوكرانيا، ديك الساعه بدينا كنضغطوا على السفاره، نضغطوا على السفاره باش ان ديرنا شي حل، باش حتى هي تامرنا باش نخرجوا من اوكرانيا. ملي تلاح القرار ديال السفاره ديال ان كلشي خصو يغادر، بغينا نغادروا مي لي زونيفرسيتي ما بغاوش هادشي، قالوا لك تقدر تمشي وعندك جوج سيمانات وخاصك ترجع. بزاف الناس خافوا انهم يهبطوا للمغرب وملي رجعوا مور ديك جوج سيمانات عاد باش تنوض الحرب. داكشي علاش بزاف 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 ديال الطلبه اختاروا انهم يبقاو في اوكرانيا دوك السيمانات ويشوفوا حتى انا تصداع حتى زعما بانت لهم صافي غنوض صداع باش يهبطوا. نهار الخميس اليونيفرسيتي اللي كنقرا فيها انا قالت لنا تقدروا تمشيو للمغرب وتكملوا القرايه اونلاين. فرحنا بزاف صافي حتى بدينا كنقلبوا على البيه. فديك الليله بالضبط مع الخمسه هي فين قلت لك اول مره كتضرب اوكرانيا، كنا موجودين انا هبطوا ساعه ملي سدوا ملي ضربت الضربه الاولى صافي سدوا لي زايروبور. بزاف ديال الناس كان غادي يرجع، قلنا يومين وغتسالي هادشي، يومين وغتسالي، نوجدوا ديك اليومين ما ناكلوا هادي ويحن الله. فديك المدينه اللي كنت فيها انا قال لك ملي غتسمع سفيره الانذار الاولى خصك تهبط تخبى في الملاجئ. شحال من واحد مع طويل ما كيكفاش داك الطول ديال الملجأ اللي كاين، كتهبط كتبقى بالسوايع تماك بلا ماكله بلا والو. دوزنا في دوك الملاجئ تقريبا 4 ايام، هاد باش بدات كتجي الفكره ديال اننا خصنا ضروري نخويو. السفاره طلبات منا اننا خصنا نمشيو ضروري للحدود. من المدينه اللي كنت خصني نمشي انا للمدينه اللي قريبه للحدود كانت 1500 كيلومتر خصني نمشي فيها. مشينا نيشان التران، صبنا ديجا شي خوتنا مغاربه كيساينونا تماك. شحال من واحد طاحت لي سبرديله ديالو فاش كيبغي يطلع ديك السكه كطيح لي سبر ديالو كيبقى بلاش، خاصو يطلع في شي فهاد الطريقه اللي كنا غادي للحدود مكاينش الرجوع، واخا مع الشطراك خاصك تكمل. صافي ملي طلعنا للتران عامر كانت هذيك المقطوره اللي فيها حنا كاينه فيها المغاربه، صافي درنا الديبار مع 18 دقيقه من المدينه اللي كنت فيها انا من زاباروجيو وكتسينا كما قلت لك 1500 كيلومتر. كنا خايفين ما كنوصلوش شي مدينه تنقولوا الحمد لله حنا ضربنا شويه، اوكي واخا هكا كتبقى متشبش بالله وكتقول ان شاء الله غيكون خير. وصلنا للحدود باقي كنعقل بالضبط مع التسعود وما يقولوا لنا هو الكار كاين راه شويه غطلعوا. تنقيدوا الجروبات الباسبورات كنجمعوهم، بقينا من التسعود وصلات عندنا 6 العشيه باقي ما راكبين ما والو، باقيين متشردين في الزنقه. بقينا كنساينوا الدريات خرجوا مع ديك الربعه العشيه، الربعه العشيه ديال الغد خرجوا الربعه العشيه، حنا ما خرجنا تقريبا حتى لديك 6:30 7. داونا نيشان طلعونا في الكار قالوا لنا فين نديوكم، واش نديوكم حتى العاصمه ديال هنغاريا ولا عندكم شي محطه تران؟ قلنا لهم ديونا حتى العاصمه. كي الحمد لله ملي وصلنا لبودابست بالضبط في هنغاريا استقبلتنا السفاره زوين، ما خلاتناش زعما بلاش، عطاونا 3 ايام في لوطيل عاد باش من بعد لارام دارت معنا مزيان دخلت الدوله وهادو وحسبوا لنا البيه من هنغاريا للمغرب 1250 درهم 1300 درهم. صافي رجعنا للمغرب صبنا والدينا في واحد الحاله بزاف، عرفتي المطار كتشوف شي حالات كيبكيوك وحق الله، كتشوف والديك فرحانين والبكيه في عينيهم. صافي ملي وصلنا عاد تحمد الله وهادي وكيبان لك داكشي كامل وخا كنت استفدتي منه وتعلمتي منه شحال من حاجه. اما اللي وصلت للوطيل انا في هنغاريا راك تنقول واش كنحلم انا، واش انا عندي ناموسيه غنعس فيها 3 ايام وانا كنعس في الزنقه، ولا دابا لك لا عطيتينيش السداري واخا يكون هابط غتبان لي نعمه هذيك. كتعرف كل حاجه على كتعرف كل حاجه انا خاصك تطيعها. شي هاد الجلسه اللي جالسين هنا كاين اللي مسكين ما صايبش فين يجلسها.